تحضر في وسطهم يعني. انا عارف ان النادي طبعا الاهلي وجه لك دعوه بمجرد ما توصل مصر باذن الله انك تزور النادي. والله مشكورين يعني كلهم، يعني ناس كتير اتواصلت معايا، واخرهم كان الدكتور محمد سراج يعني امبارح، والناس كلها دكتور محمد عضو مجلس الاداره. كلهم يعني ابدوا ترحيب كبير، والناس كلها محترمه عشان كده يستاهلوا اللي هم في البطولات ويستاهلوا الانجازات اللي هم فيها. ناس كلها قامات يعني ما شاء الله، ربنا يديمها عليهم يعني. طب انت جاي مصر امتى باذن الله، والزياره هتكون امتى؟ والله انا ممكن شهر ونص ونيجي ان شاء الله. الزياره بقى لسه حسب ما نرتب ان شاء الله يعني، وربنا ييسر ان شاء الله يا رب. اللهم امين. انت شخصيه جميله يا شيخ احمد، ومشجع محترم، وبنتمنى ان الثقافه دي تكون موجوده عند كل الناس. افتخر بناديك، وفي نفس الوقت خليك شايف الفرقه الثانيه برضو بشكل محترم، لان الفريق اللي بينافسك لازم يكون على نفس قدرك يعني. فدي عايزين ثقافه راسخه يعني، سواء الاعلام او الناس على السوشيال ميديا او الشارع، لازم نرجع الفكره الحلوه دي مره تانية. اكيد. لا احنا والله احنا ناس، احنا شعب طيب، بس كلنا بتكون ايه يعني، بعض الناس اللي بيكون عندهم يعني العصبيه الزياده او كده، دي اللي بتفرق شويه، لكن الغالبيه على فكره كويسين والله، بس احنا اللي عاطفيين، فممكن ايه كلمه في النص كده بتسخن الاجواء شويه، لكن في الاخر بنرجع اصحاب ونرجع حبايب ومش اي مشكله. وكلنا واحد، الموضوع برضه في الاخر دي رياضه. وفي نفس الوقت الرياضه مش هتلهينا عن عبادتنا وعن صلاتنا وعن قيمنا وعن الحاجات دي الاساسيه اللي في حياتنا. يعني الرياضه اساسيه وكل حاجه، لكن صلاتنا وامورنا الثانيه العباده اقوى يعني اهم من اي شيء يعني. صحيح. ردا على اللي بيتكلموا ان احنا سيبنا الصلاه وما صليناش والكلام من ده، لا طبعا مستحيل ان كوره هتمنعنا عن صلاه، مستحيله يعني. تمام. وفكره ان الامام لازم يكون بقى جد ودايما صورته انه يعني مكشر ومش مبتسم وما بيضحكش، لا مش كده خالص. بالعكس، ناس واقعيين، ناس بني ادمين زي الناس كلها، نخطئ ويعني زي الناس. صحيح، ما فيش مشكله يعني. عندنا دين سماحه يا شيخ احمد كل الاحوال. طبعا. طب انا عايز اعرف منك قبل ما نختم اللقاء الحلو ده بقى، توقعاتك لمباراه الترجي؟ لا ان شاء الله نكسب ان شاء الله. تتوقع كام؟ ان شاء الله نكسب ان شاء الله، عشان التوقع يتكتب باسمك بقى. ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. 2-0 باذن الله على خير. انا سعدت جدا بوجودك معنا الشيخ احمد، وطبعا كل الامنيات بالتوفيق والسداد، وباذن الله كده ترجع لنا بالسلامه وتعمل الزياره بقى اللي انت نفسك فيها دي ان شاء الله، واللي النادي الاهلي مشكورا وجه لك الدعوه من خلالها. حبيبي هشام، وشكر لحضرتك، وشكر لكل المهتمين، وشكر لكل اللي دعمونا، وطبعا شاكرين دوله الامارات يعني على الاستضافه وعلى حسن التعامل مع كل المصريين، ومن ضمنهم انا يعني. على يعني بصراحه ده احساس الواحد لازم يشكره للناس ولازم يقوله. الناس دي ما بتأثرش مع حد، بيحترموا الكفاءات، بيعطوا كل واحد حقه وقدره، ونشكرهم طبعا على الاستضافه الجميله وتوفير الاماكن المحترمه لنا يعني بشكل عام في الملاعب وفي الحاجات ديت، وهم ناس يستاهلوا كل خير الحقيقه. صحيح، بيحبوا مصر بصراحه، وبيحبوا مصر يعني. طبعا والله، واحنا كمان بنحبهم طبعا يعني، دي ما فيش فيها اي نوع من المزايدات يعني. حب متبادل. لا حب متبادل بيننا وبينهم يعني، وربنا يديم